بعد نحره في توكتوكه ورمي جثته في الشارع في منطقة الحسينية شمالي بغداد، الأبوان يبحثان عن قتلة ابنهما، يتجولان في شوارع بغداد يوميا من دون جدوى. قال حسن كريم شدر هذا ابنكم؟ قلت له إيه. قال لقيناه مذبوح على طريق المرور، تعال لنا. رحت الموقع الحادث، قلت له يا ابا هذا مو حسن، حسن موجود، هذا ابني مهدي طالع بالتكتيك، لقيته منحور من الوريد للوريد. ليش شنو هذا الطفل يعني يموت على شنو؟ لا عندي عداوات، لا عندي يعني تفاصيل اخرى، وين الناس؟ مو سالم، وين الناس كلها؟ شنو ذنب ابني ينذبح؟ لا حول ولا قوه لوالدته التي تقول لا ان ثمن العشاء لهم كلف حياه ابنهم، فيما تطالب الاجهزه المختصه بكشف أساليب تسويف قضياتهم. شنو ذنب هذا مهدي ابني؟ شنو ذنب ذبحوه؟ شنو سوي؟ طالع على باب الله، طالع يشتغل على من ألف والألفين، يشتغل وذبحوه ودتشت ما عندنا مصرف، طلع يشتغل من خطي. خابرونا الساعة بالعشرة، فوق العشرة هيجي، قالوا إن هذا بنكم هنا مذبوح نايم التكتك بالحسينية. شنو سوي؟ شنو ذنبه؟ شنو ذنبه خطية؟ شنو سوي؟ انحرم من كل شيء، حرمه من كل شيء، كراج حرمه. شنو سوي؟ الله أكبر، يعني هيك الذبح صاير بالشارع هيك. ويتجول والدا مهدي بين المحاكم في بغداد بشكل يومي. من بغداد يا عرب القحطان، الشرقية نيوز.